السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو يا جماعة، كنا هنعمل فيديو عن الرنش التول اللي بيسموه منشار شنيور فك العجل. هنغير دلوقتي كمان تيل فرامل بالمرة، فيبقى عندكم فكرة برضو ازاي الواحد يفك العجلة ويغير تيل الفرامل بمنتهى السهولة من غير اي مشاكل خالص. محتاجين معانا، يبقى معانا طبعا المفاتيح دي حسب الصواميل بتاعة عربيتك. محتاجين معانا الزرجينة السودة دهيت، ومحتاجين معانا طبعا دوت، واي كوريك ممكن تجيب كوريك تمساح كوريك عادي، وتيل فرامل بتاع عربيتك. بس كده نبدا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيفتي فيرست. المفروض سيفتي في كل حاجه يا جماعه، كل حاجة يبقى فيها سيفتي. طبعا زي ما انتم شايفين العربية دي عربية مش صغيرة، عربية 4x4 كبيرة. الصواميل بتتفك بمنتهى السهولة يعني. طبعا كل تيل ليه، او كل فرامل ليها طريقه فكها. زي ما احنا شايفين ده الديسك اهو، وهنا عندنا دي اللي بيسموها البلبله بتاعت اخذ الهواء بتاع الفرامل. التيل بيبقى راكب جوه اهو، ده التيل اهو. هنفك دي المفروض كلها طبعا، خرطوم الباكم من هنا اهوت، فاحنا بنفك من تحت عشان نرفع لفوق، فالخرطوم ما تتغش معانا. بيبقى فيه مسمارين ورا هنا ماسكين كل ده، ده اسمه الكاليبر. بنفك المسمارين دول، لو عايزين نشيله خالص بنفك التحتاني بس عشان نلف ده كده لفوق فنعرف نطلع التيل. بنركب مفاتيحنا كويس ونبدا بقى نفك المسمار التحتاني دوت عشان خاطر نقدر نطلع الكاليبر لفوق. المسمار بيطلع، ادي المسمار اهو، نرفع الكاليبر لفوق. ممكن يبقى ضائر شويه الكاليبر، فنزقه كده بالمفتاح نطلعه يطلع معانا عادي خالص. طلع فوق عندنا التيل اهو راكب، طبعا واضح انه متاكل جدا الفردتين التيل. فك لنا فرد التيل شوسته اهي، نرفع الشوسته لفوق. عايزين نقارن ما بين فرد التيل المستعمله والجديده، طبعا الفرق جامد جدا جدا. دي تقريبا الخط اللي فيها متاكل خالص، ودي الخط اللي فيها سليم تماما. دي التخانة بتاعتها، التخانة بتاعتها اهيت. بصوا دي التخانة بتاعت ديت اهي، بصوا دي ده متاكل خالص، وكذلك فرد التيل التانية برضه اهي. نبدأ بقى نركب في التيل الجديد. طبعا لو المكان هنا هوت مليان تراب او طينه او حاجه، كان واحد ماشي مثلا في مطر بتاع، مستحسن الكلام ده كله يتغسل قبل ما يركب خالص عشان يبقى التركيب على النظافه. هنا زي ما احنا شايفين مفيش لا تراب ولا اي حاجه خالص. يتغسل هواء ولا يتغسل بميه؟ يتغسل بميه عاديه خالص، او يتغسل بهواء، هواء مضغوط او اي حاجه، لان هو اول ما يمشي الميه، هو انت اساسا بتمشي بالعربيه في الميه في الشارع، فمفيش مشكله انك تغسل بميه. يلا ركب بقى التيل تحت لفوق. من تحت الاول نثبته، وبعدين نروح زقينه بسوسته كده، ونروح مدخلين فوق. دي ادي اول فرد التيل ركبت عادي جدا، عادي جدا. ركب الثانيه ثانيه واحده. عايز اوريكم حاجه هنا في التيل، بيبقى دايما بعض العربيات بيبقى طالع منها حته معدن صغيره اهي، شايفينها يا جماعه؟ حته المعدن الصغيره ديت وظيفتها ان لما التيل يخلص تحك في الـ في الـ في الطنبوره هنا اهوت، فتعمل لك صوره، تعمل لك صوت زيق عالي قوي، فتعرف ان التيل خلاص قرب يوصل للاخر خالص. ده نوع من الالارم يعني، عشان خاطر ايه التيل ما يعملش. لكن تاني بقى
احب اعرفكم على زميلنا في الجروب طه، اول مره في حياته يغير تيل فرامل. اول مره والله يا جماعه، اول مره فعلا. الفضل لله ثم الباشمهندس محمد، هو دايما اللي مشجعنا كلنا اللي احنا نبريك ذا ايس، يعني عارف نشيل من دماغنا خالص فكره ان اي حاجه صعبه. مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه صعبه فعلا. اتعلم كويس ومفيش اي حاجه صعبه خالص، وكل حاجه ممكن تعملها بنفسك. والله لازم اول مره فعلا حقيقي اغير، بس انا عندي يعني فضول ان انا اعمل الحاجه دي لوحدي، وباشمهندس بصراحه شجعني على الموضوع ده، بلس ان لازم يبقى معانا تولز زائد اشراف، الموضوع بيبقى سهل جدا يعني. طبعا عندنا هنوت البستمين دول اللي هم بيزقوا التيل اساسا، لما تيجي انت تدوس فرامل البستمين دول بيدخلوا جوه، طبعا عشان كان التيل متاكل خلاص، فدول طالعين لبره قوي. بصوا طالعين قد ايه، كل ده لازم يدخل جوه خالص. فبعمل ايه؟ بستعمل الزرجينه ديت في ان انا ادخلها في البستم واربط اروح مدخله جوه. في طرق كتيره جدا، في ممكن تشتري زرجينه مخصوص للبساتم، بس انا شايف ان دي موجوده عند اي حد فينا، سواء حتى لو شغال نجاره بتبقى موجوده عنده، فسهل قوي ان انا استعملها في اي حاجه. يلا يا طه. اوكي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا جماعه زورونا لو التصوير مش واضح قوي، احنا طبعا بدون اي امكانيات بنصور بالموبايل، والشمس مبوظه خالص شاشه الموبايل من الاضاءه بتاعتها. تعالى يميني احسن عشان ابقى متمكن اكتر. طبعا باين اهوت ان البستم بيخش لجوه. باشمهندس برضو يعني فادني النهارده اللي انا ما احطش او ما اضغطش من الحرف البستم عشان ما يتنيش مني. لو حرف البستم ممكن يتعوج فيدقر في الايه، في الكاليبر نفسه، وتبقى مشكله ساعتها. وطبعا نحافظ تماما على الكاوتشات الخارجيه دي بتحفظ البستم ضد التراب، مهمه جدا جدا. وانا بدخل البستم كده اخد بالي من حاجه مهمه جدا جدا، مستوى الزيت عندي هنا اهو، مستوى الزيت لازم افك دي عشان البستم ما يبقاش وراه ضغط هواء ولا حاجه، واشوف مستوى الزيت بتاعي ماشي ازاي، عشان لو كان لو لما التيل بيتاكل الزيت هنا بينزل، فلو حد اللمبه نورت معاه بيروح مزود زيت عشان اللمبه تطفي، لما يجي يحط تيل جديد بقى الزيت يرجع تاني يروح خارج بره العلبه وبهدل له الدنيا، فدي حاجه مهمه جدا. كده خلاص البستمين داخلين كلهم اهوت، ننزل بقى الكاليبر ده تاني. تمام اهو، نبدا نركب المسمار تاني مكانه تحت اللي كان ماسك الكاليبر كله ونقرط عليه. ماشي. كده احنا خلصنا تماما تغيير تيل الفرامل، مفيش اي مشكله عندنا خالص. ركب بقى العجله ويبقى كده كله خلص خلاص. هفرجكم دلوقتي الشنيور ربط العجل ده وهو بيربط ازاي. طبعا بنجمع الصواميل الاول بايدينا عشان خاطر ما المسدس ما يخليناش نربط الصامولة مايله فابوظ الالووز بتاع الجويد نفسه. كده كروسنج طبعا بنربط كل صامولتين قدام بعض، ده في التقريض في الاول، في التجميع نجمع اي حاجه لحد ما الصواميل تتجمع كلها معانا تمام، عشان العجله تخش مكانها بالظبط، لان كل صاموله زي ما احنا شايفين من ورا بتبقى مسلوبه شويه، السلبه دي بتخليها تسنتر العجله جوه الفرن. خلاص جمعنا الصواميل كلها بايدينا، نبدا نربط كل صامولتين قدام بعض، وزي ما احنا بنفك عدينا كل صامولة فكت في كام تكة، بنربط برضو بنفس الطريقة، نعد كل صامولة كام تكة. 6 7 8 8 هتطلع اللي قدامها بقى. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8. بس بكده نبقى خلصنا موضوع تيل الفرامل والشنيور في نفس الوقت الدروبه بتاعته، ونترككم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.